طبعا في ازمه كبيره بيمر بيها نادي سموحه، طبعا اتعادل امبارح مع اسوان 3-3 وكان في مشكله كبيره بسبب هذه المشكله. طبعا رحل الكابتن حماده صدقي عن تدريب الفريق، ترك المهمه طبعا لمجلس الاداره والمهندس فرج عامر طبعا يعني ترشيح مدير فني جديد لنادي سموحه. السؤال هو مين؟ يعني مين بقى اللي هيكون مكان الكابتن حماده صدقي في الفتره اللي جايه؟ هو في الغالب بعد التقارير بتقول هو واحد من اتنين، يا اما الكابتن مختار مختار طبعا هو المدير الحالي لفريق الانتاج الحربي، او الكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي المقص دلوقتي. طبعا نادي سموحه بيسابق الزمن شويه لاختيار المدير الفني الجديد. احنا عارفين مسيره سموحه طبعا في الدوري ما بين مهتزه، يعني الامور مره تبقى كويس مره تبقى وحش، لكن تم الابقاء. طبعا احنا عارفين الجهاز الفني كان بيضم الكابتن احمد ناجي، هو مدرب حراس المرمى، كابتن احمد ناجي موجود في الجهاز الجديد، رغم طبعا نادي سموحه نادي كبير، رغم ان الدوري يعني كان عنده في فترات سابقه مع الكابتن حماده صدقي كمان وصل لمرحله انه بينافس على الدوري بشكل كبير جدا، لحتى للاسابيع الاخيره حقق نتائج رائعه. وزي ما بقول حتى الخبر ان الكابتن مختار مختار او الكابتن ايهاب جلال هم المرشحين، فدي في كمان ترشيح للكابتن مجدي عبد العاطي، هم الاثنين مديرين فنيين شغالين، فاعتقد الامور مش هتبقى بالسهوله ديت. لكن عايز اقول ان ملف تغيير مدربين زي ما اتكلمنا فيه هنا في البيت الكبير يا سهام، تاني اهو بنشوف ان النهارده كابتن حماده صدقي عليه تاثير سلبي يعني طبعا بشكل مفيش كبير على اللعيبه. المشكله كمان كابتن حماده صدقي عنده سي في رائع، يعني مدرب كبير جدا، مش بمجرد نتيجه ماتش او ماتشين يبقى الامور تمشي بهذه الطريقه. دي يمكن وجهه نظري ان كابتن حماده صدقي وصل مع سموحه انه بينافس على الدوري، وصل لنهائي الكاس، والامور دلوقتي امور صعبه، يعني كل الناس بتمر بامور صعبه، فما ينفعش تحدد مستواه او اداؤه من خلال مباراه يعني خسرت فيها. ده حقيقي. لكن عكس سموحه مصر المقصه، مصر المقصه يمكن عادت له الثقه مره تانية بعد ما فاز على الاسماعيلي باربع اهداف، لكن الازمات لسه ما انتهتش برضه فيه، مجلس اداره النادي بيواجه برضو أزمة جديدة خلال الأيام اللي جاية، وده بسبب أنه في شكوى تقدم بيها إيمانويل أمونكي المدير الفني السابق للفريق بسبب أنه ما حصلش على باقي مستحقاته من مصر المقص. أحمد عباس وكيل أعمال النيجيري إيمانويل قال أنه الفريق الفيومي مهدد بخصم 6 نقط من رصيده في الدوري المصري الممتاز، وده بعد ما تقدم الإيمانويل للشكوى دي ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم طبعا سداد باقي مستحقاته المالية، طبعا ده بعد ما فسخ النادي تعاقده معاه. المدرب مصر المقصة السابق كان يمكن ما قبضش 8 شهور تقريبا، يعني لازم ما تسددش راتبه على مدار 8 شهور كان منصوص عليها في عقده مع نادي مصر المقصة. من المتوقع هنا ان يكون في حكم يوم 2 نوفمبر، فلسه مش عارفين يعني هل هترسى على ايه، لكن وكيل المدرب النيجيري شدد انه عطل كافه العروض اللي معروضه دلوقتي ليه خلال الفتره الاخيره لحد ما تتحل مشكله الفلوس دي، مشكلته مع المقصه. فاعتقد انه مسؤولي مصر المقصه هيحاولوا يمكن يعني يتوصلوا لاتفاق مع المدرب النيجيري لحل الازمه دي، خاصه وانه لو يعني لو تم خصم منك اي نقطه من النهارده من ناديك فده هيتسبب برضه في ازمه كبيره جدا في مركز الفريق في الدوري، فاعتقد احنا في حاجه لكل نقطه، يعني كل نقطه اي فريق محتاج. صحيح ده على مستوى الدوري، ولسه كنا بنتكلم على ملف الانديه المحترفه، ان حتى لو في لو انت بتقدم والسنه الجايه بتقدم على انك تبقى نادي محترف، من ضمن شروط الرخصة انك تحصل على رخصة النادي محترف ان ما يكونش فيه اي شكوى، اذا كان ما يكونش فيه شكوى من اي مدرب منها طبعا سداد المحترف. انا في اعتقادي الشخصي الامور هتحل، لان يعني ادارة نادي المقصة ادارة محترمة، يمكن فيه بس يعني اختلاف في وجهات النظر، ممكن يقعدوا مع المدير الفني النيجيري ويتوصلوا بدل 8 شهور يبقى 6 شهور، الامور دي هي بتمشي بالطريقه ديت، لكن اعتقد الامور ان شاء الله هتتحل بشكل كبير. نروح من نادي الاسماعيلي، طبعا الاسماعيلي لسه بيدور على مدير فني بعد رحيل طبعا جوميز وبعد تولي ادهم السلحدار المسؤوليه، في مشكله كبيره جدا جدا في نادي الاسماعيلي، الاداره استقرت على شكل كبير جدا يكون المدرب اجنبي.
دخلت في مفاوضات كتيرة جدا مع بعض المدربين وعلى رأسهم مع المدرب البرازيلي ريكاردو. ده ريكاردو احنا عارفين كان المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي والمريخ السوداني، المدرب ضمن قائمة المدربين الأجانب اللي بيسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي للتعاقد معهم في الفترة المقبلة. طبعا يعني مهمة، هتبقى مهمة صعبة، لكن الفريق طبعا يعني مر بظروف صعبة، تغيير مدربين بشكل كبير بعد الفرنسي ديدي جوميز، عرفنا ان المدرب البرازيلي يعني وتولي ادمس الحضار المسؤولية، عرفنا ان المدرب البرازيلي طبعا ريكاردو ابدى ترحيبه للعودة لقيادة الفريق مرة تانية. تدريب نادي الاسماعيلي يعني بعد غياب عدة سنوات، عايزين نقول كمان المدرب حقق نتائج جيدة جدا، حقق مع الدراويش نتائج ايجابية، طبعا كان على رأسها الوصول لمباراة كلنا فاكرين المباراة الفاصلة مع النادي الأهلي لتحديد بطل الدوري قبل طبعا من الإسماعيلي يخسر أمام النادي الأهلي 1-0. لكن زي ما بقول ده طبعا كان بهدف كلنا عارفين، وفلافيو أحرز هدف المباراة اللي كانت بتقام على استاد الإسكندرية. لكن عايز أقول تاني ملف المدربين وتغيير المدربين، وفي نقطة كمان عودة المدرب السابق لناديه، يعني في بعض الأندية سهام لما المدرب بيرحل ايا كان عمل نتائج ايجابيه او سلبيه بيكون عندها تحفظ شويه على عوده المدرب، عندهم فكر شويه ان ما ينفعش اجيب مدرب مرتين في مرحله قريبه قصيره. يعني هنشوف طبعا، يعني النادي الاسماعيلي زي ما قلنا بيمر بازمه كبيره جدا على مستوى النتائج، ما فيش شك خسر من الاتحاد وخسر من مصر الخاصه 4-0. مجلس الاداره بيدور على مدرب اجنبي دلوقتي، في طبعا جهاز فني ولاد الاسماعيلي موجودين دلوقتي على راس الجهاز الفني، انا في اعتقادي ممكن جدا يديهم الثقه، ده وجهه نظر شخصيه، ان ادي ولاد النادي الثقه وادي له السبورت، وهتوفر على نفسك فلوس كتير هتدفع لمدرب اجنبي. بالعكس احنا دايما بنشجع ولادنا ونشجع الصناعه المصريه بمعنى اصح، فليه لا ان ولاد النادي يكونوا مسؤولين، خليك سبورت وراهم، اللعيبه تبقى وراهم، ومجلس اداره يبقى وراهم، نكسب مدرب جديد ونكسب اداره مصريه جديده، يعني بعيدا عن الدولارات اللي بتدفع والمدربين الاجانب اللي بيجوا. دي وجهه نظر شخصيه، ولكن طبعا كل التوفيق لمجلس اداره نادي الاسماعيلي واللعيبه وجماهير نادي الاسماعيلي.